أو في الحوار التونسي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد حواري جديد من نوع خاص. اليوم ما عندناش شخصية سياسية باش نستضيفوها، نستضيفوا اليوم شخصية فنية كوميدية كما تحبوا. نستضيفوا بايرن مكيلاني المعروف ببندرمان. بايرن، مرحبا بك في قناة الحوار التونسي. انا ساعه من الاول من مان ساعه القصه ساعه شنو معناها ساعه هم الشخصيات السياسيه كل في تونس كوميديه ساعه به معناها به دونك يضحكوا اكثر وما منا يقولوش اللي هما شخصيات كوميدية، هذاك شنو الفرق. اي كما قال حبيب خضر يجب ان نتفق على ان المراه انثى فهمتني هذه يقعد لامين نادي حياته كامله ما لازمش تطلعها معناها لا يا به سيدي حتى مش نرجع لامين نادي للسياسيين بعد هاي احكي قول فيهم اللي تحب. محلاه الاستوديو خلينا نتاعك نبداو بايرم. عندكم دوار منقوبين ولا معناها قلتم تجيري بس هاي باهي بايرم، خلينا نبداو نحكيو على الفن، على الثقافة في تونس. انت كانت عندك شوية صعوبات ولا برشا صعوبات قبل 14 جانفي، ما كنتش نجم تغني في الفضائيات العمومية في المهرجانات. شنو يتبدل بعد 14 جانفي بالنسبة لعلاقتك مع وزارة الثقافة ولا مع الدوائر الرسمية المهتمة بالثقافة في تونس؟ وليت مشهور تاو كي نخرج الواحد نلبس لونيت هذاك اوكي هذي ده مش ما يطلعوني بس والله يا اسمع مش نحكيك حكاية معناها بالحق ضحك ومن بتوع شو التفاهة وين وصلت ما انا ما قدمتش مهرجانات معناها خليت للفنانين اللي يقدموا مهرجان كارتاج وهذا انا بالنسبة لي مهرجان كارتاج سيتون ايتاب تجي من بعد بشوي بشوي واحد مازال صغير معناها بار كونتر انا عندي شركة انتاج معناها اسمها كافي شانتا فيها ديز ارتيست جون جديدة ونخدموا مع هذه كونتها جديدة. اي ونخدموا ومع سيلم هف ومع عنا دي بروجي مع دو رابور مثلا حمزاوي وكلاي مع برشا حاجات عنا انتي صوت الالبوم نعملو فيه معناها تو باش معناها وتمكنا زادا باش ندبروا دي سبونسور من عند شركات خاصة معناها جيتهم بعثنا لهم دوموند باش ناخذوا كارتاج يا خويا من بعد الفستيفال اخر اوت فهمتني قال لك لا والله ما تو ما عادش نجمو نعطيو حتى اوتوريزاسيون بعد اللي صار في العبد الله معناها لا يزي انتوما ما تعيطوش للفنانين الشبان وزير الثقافه ما يخدمش خدمته معناها وزير الثقافه لاهي بتصويره في السنغال وزير الخارجيه لاهي معناها الدنيا ماكله بعضها برا ولا هي في قايد السبس وزير الفلاح عليه في الرياضة وزير الواحد لازم ما تخدموش خدمتكم ولازم ما تخليوناش نخدموا معناه دونك انا نهار اثنين ها باش نمشي للوزارة معناها بكل وزارة الثقافة. ما عادش كان ثقافة برشا ولا وزارة ذيك اللي في القصبة قاعد يعمل كستيف الشواشين بعد صحن كفتيجي ولا صحن حاسيل عظمة وكاس فهمتني وقاعد بعد نمشي لهم بخبخ بكدا باش نقول لهم يا سيد وزير الثقافة اعطينا يرحم والديك هالمقر سينو راه باش رانا مانيش معناها مانيش هذوما راه فنانين ودوري مي وضربته بواحد وجبته شويه عباد تعيط وسكت معناها به فهمتني رانا نحنا معناها ليه ولا خلينا نكملوا معناها سير مورا اي كيفاش باش نحكي باش على نقولوا وزير رانا نحنا الثقافة. ليه مش عاوز وزير اي الثقافه نحكي لهم رانا نحنا ناس شعبيين ولاد حوم نحبوا اون في ايفولوي لا كولتور في تونس ما تلزوناش باش نتعداو الاستاد الاخر نتاع البريسيون خاطر البلاد ماهيش في حاجه بالعكس البلاد في حاجه اللي كونه اون ابيز لي تونسيون وكونه نعطيو الايماج جديده للبلاد مش تزيدوا تحطونا على سقف العزل الله يرحم والديكم به بايرم، حكيت على وزير الثقافة اللي صار في العبد الله. انت كارتيست من عندك معناها تو العبد الله في المرسى يلبسوا هكا انت كفنان في المرسى هكاك هاني قلت لك البارح كنت في المرسى امشي بايرم قلت لك خلينا نحكيو شوية على اللي صار في العبد سيريوزمون الله. به لا سيريوزمون، خذ راحتك احكي ما تحب. انا مع اللي صار في العبد الله كيفاش تعلق عليه تعاتي وزارتك، وزارة الثقافة مع الحدث هذا؟ وهل تعتقد انه اللي صار في العبدالله باش يكون عنده تأثير معناها على الفن وعلى المبدعين خاصة الشباب معناها باش يخدموا على رواحهم وينتجوا في تونس؟ انا من رايي يجب غلق العبد الله عمل العبد الله متاع دكار مش متاع تونس خاطر بيسك تصويره في السنغال انا مع وزير الثقافه يشوف مع سي رفيق عبد السلام معلش كان بون لازم نقولوا له قبل دكار سي عاصمه السنغال فهمني مشيش المغرب يعمل لنا مشكله زاده مع المغرب ولا حاجه اخرى معاه كونه سكروا العبد الله بتاع السنغال خاطر الاعتداء على المقدسات ماهوش
معناها انت ترالي مرفوض. لا بسيريوز مون ترالي فما السنغال اعتقال يلزمها، مقدس. يلزمنا نهجموا على السنغال، ما فيش كلام. ويلزم اليوم اليوم نمشي نشوفوا السيد رشيد عمار نقولوا له السنغال يلزمها مع ستاد تكون موجود. شنو تساوي اعتداء على المقدسات؟ مش معقول، فهمتني؟ ولو كركروا فينا في السنغال فرق صغار بيحكيوا على الفيسبوك، قريتها انت؟ ايه قريتها هاي. ولو كركروا فينا السنغال، تونس بعد عزة وذلالة معناها. ايه ايش بها السنغال؟ شنو السنغال عمرها ما ربحتنا حتى ماتش في كوب دافريقيا، ايش بكش زاد؟ ما تذكروش هوني بونتو. باهي باهي بايرم خلينا شوية شوية جدية. سيريوزمون فما برشا مبدعين شباب اللي هما عملوا معناها اللوحات نتاعهم وعرضوا في قصر العبدلية، كان عندهم معناها خيبة أمل كبيرة من ردة فعل السلطة بصفة عامة، وخاصة ردة فعل وزير الثقافة في علاقة قال والله هذوما ناس عصاميين وما نعرفهمش. والله الساعة حاجتين، الحاجة الأولى مش أنا سمعتها تو نحكي سيريوزمون، سمعتها ندوة صحفية بتاع السيد وزير الثقافة، نقول له سيد الوزير معناها مع احترامي الشديد ليك، مش أنت تقرر مفهوم الجمال، خاطر الجمال ديما راهو سوبجيكتيف، الجمال ديما شخصي، معناها أنا نجم راه خايب نجم راه باهي. والعصاميين سيد الوزير راهو فان جوك عصامي، راهو موزار عصامي، راهو جون سيباستيان باخ عصامي، راهو متنبي عصامي، راهو الكبار نتاع الدنيا والإنسانية عصاميين، يعني كفاءة تحت السور معناها علي الدعاجي وخميس ترنان وراهم كلهم عصاميين، معناها راهو علي الرياحي سيد الوزير كي تحكي على العصامية، راهو علي الرياحي عمره ما عزف انسترومون، كل اغاني علي الرياحي الخالده اللي هي في تاريخ الموسيقى التونسيه، اغاني علي الرياحي كلها عملها بالطار، يعزف طار كهو، معناها العصاميه راهي ماهيش عيب وماهيش سبه، هذه الاولى. الحاجه الثانيه اللي انا مثلا نشوفها في الفنانين، هل الحاله نتاع الرعب مفهومه؟ لكن راهو هذا هو الطرح الصحيح، هذا خاطر نحن يمكن بون انا انت ايمن ما تحسوش، خاطر نحن مستانسين بالضرب ومستانسين بالعارك، هذا هو يدي اللي يحب يعارك فرصة ليبرتي، راهي الحرية تتفك وما تتعطاش باهي معناها. دونك باهي باهي ياسر بايرم جابتني اي للسؤال اللي نحب نساله لك، هو اي انه كما قلت انت عشنا في وقت بن علي وشفنا، وانت كنت برشا تنتقد في المغنيين ولا الفنانين كانت تحب تسميهم الرسميين اللي معناها اسهل حاجه عندهم هو انهم يستفوا ورا النظام ويشدوا الموجه خوفا من امتيازاتهم تتمس، خوفا اي على ارواحهم زاده. ترى انه اليوم الفنان نجم نحكيه على الفنان التونسي في المطلق ساعه، وينجم الفنان التونسي يقاوم ويشد صحيح معناها في ثنيه ما يستفش معناها وراء الخط الحكومي او ما يستفش وراء ساعة. الحاجة الأولى ساعة مش فنانين كل مطالبين باش يستفوا معناها يكونوا معارضين ولا مش معارضين، ثم يدافع على ثم فنه، يدافع على في الفن في معناها. تاريخ في تاريخ معناها الإنسانية ديما ثم الفنان الرسمي والفنان المعكر لصفو السلطة معناها، دونك هذه حاجة ماهيش باش نجيو نبدلوها تو معناها. معناها أنا بالنسبة لي أم كلثوم فنانة كبيرة، أم كلثوم من ملك فاروق نجزت لعبد الناصر، ومستعدة كانت تنجز حتى الحسني مبارك، اما ام كلثوم هي الكوكب الشرق، هي لا ديفا نتاع معناها، ثم الفنانين الرسميين وثم الفنانين هذيك هو معناها، فهمتني؟ لكن الحل في شنو؟ الحل كي باش يلزم يتنحى هالمونوبول نتاع الدولة على الفن، كيفاش يتنحى؟ ما يقولوا يقولوا برشا عباد لا والانفستيسمون في الكولتور تعرف يا سيدي نحكيك حكاية، انا في الشركة نتاعي توا لقيت ان سبونسور من عند شركة يعني خاصة، عطاتنا لي مويان، عملنا تورني كبيرة باش نخدموا عشرات وعشرات وعشرات، معناها في التورني نتاعنا نحن ليكيب تكنيك نتاعنا بين الزوز تجي في 75 واحد، معناها بخلاف اللي يبيعوا تساكر واللي يبيعوا سندويتشات واللي يبيعوا، سي ان سيكتور نتاع ديفلوبمون ايكونوميك معناها. دونك مادام الوزارة شادة المونوبول، اي انا نعطيك كارتاج، انا ما نعطيكش كارتاج، تيغلق عد عطيتني ولا تقعد، حاجتي بيك انت باش تعطيني، بيك تمز علي انت تعطيني، لا تعطيني لا نعطيك، انا هاني تو عملنا مطالبنا معناها، وحدنا باش ناخذوا صاليتنا باش نعملوا التورني بتاعنا وبس، وكفى المؤمنين به شر القتال. به دونك الحل يا ايمن كونه ندخلوا في الليتاب الجايه اللي هي تنحي الوزاره هالمونوبول نتاع، وتكون دورها تشجيعي الابوي معناها، فهمتني؟ تتفاهم مثلا مع وزاره الصناعه والواحد بشي ولا اقتصاد مثلا ولا مع البنوك، باش يظهر باش يدخل السيكتور معناها الكولتوريل كسيكتور فاكتور ايكونوميك، راه المغرب راه يدخلوا منه مليارات الدينارات كل معناها، مهرجان موازين فيستيفال ولا سويرة ولا الصويره ولا الفيس ولا، يجيو عباد من برا ومن امريكا من واحد، علاش شنو ناقصنا نحن؟
تي نحن اقرب من المغرب معناها، تو نحن فرنسا يمشيو الفاس ومراكش واحد، هنا نحن اقرب معناها، فهمت؟ به هذا هو الحل انا من رايي. باهي بايرم ما تراش هنا اللي مثلا وزير الثقافه اول ما جاء قال انا باش نحي الرداءه من مهرجان قرطاج وباش يحاول معناها يقضي اهلك الميوعه ويحاول زاد باش يفرض نوع من الذوق معناها الرفيع حسب ما فهمنا من كلامه. نشوفوا توا اثناء مثلا في مهرجان قرطاج فما مارسيل خليفه، فما الفا بلوندي، حتى بن علي جابر، فما تيكن جافا كولي، فما اسامي كبيره تغني فن ملتزم وفن ثوري كان حبينا، وما نعرفش معناها فما اللي يقول اللي بن ديرمان يقلق شويه وغناه معناها يستفز برشا وممكن حتى يمثل مشكله مع الذوق العام ولا حتى مع الاخلاق العامه. بالطبيعه الحاجة الأولى حاجة باهية كانوا معناها بالنسبة لي أنا مانيش موافق برشا راهو الفنانين اللي يقولوا لا وش بيه ما اختارش. أي فستيفال عنده أي مدير مهرجان وأي واحد عنده الحق يختار سولون لي شوا نتاع الفستيفال. أنا معاه كونه فستيفال كارتاج ما يكون فيه كان مستوى معين، ما نجيش أنا باش نغني فستيفال جم. أنا معاه الوزير في الحكاية هذيا، معناها الى ابسوليمون ريزون. يمكن الكلام على جثتي واحد زايد خاطر تاع فلسطين، واحد مش تاع مش تاع على نانسي عجرم، واحد تصور واحد بعد قبل ربي نهار في الجنه علاش مت على خاطر هيفا وهبي، ما جيتش الحكايه معناها فهمتني. لكن الكون نقلقهم انا واحد من الناس ما تقلقنيش، خاطر مستانس نقلق فيهم من قبل معناها. وهاك شفت مثلا تو اليوم عاملين وزاره الثقافه مهرجان الموسيقى واحد، فهمتني، جايبين شو اسمه ذاك سفيان صفته كان يغني الليله واحد وجابوه نورمال ما عيطوليش تو ميو دايور الحمد لله. فما من المثلوثي امل المثلوثي حاشيك امل المثلوثي من قبل عاد يعيطوا له وزاره الثقافه مش مستنسين عشره مربين الكبده على بعض. باهي باهي بايرم خلينا نحكيو توا شويه على بربي قبل ما تحكي نحب حاجه مثلا على ذكر الفن معنى اسكو الفن البديل عنده بلاصه ولا مزيت كي تكملت بديع ابو حريزي نظمت فيستيفال موسيقى وسلام ونجح موسيقى وناس وسلام. جات العباد ونجحت الحكايه دونك كذا تحسب لها داير ويتحسب له وزاره الثقافه اي ما كان نتصورش وزاره الثقافه تخمم في مشروع ليلى مش مشكله. باهي بايرم قلنا معناها من كلامك نفهموا اللي كل شيء معناها خيوط معناها مربوطه ببعضها، ثقافة مربوطة بالحكم ومربوطة بالسياسة. أنت تغني برشا في غنائك تنتقد برشا في رجال السياسة بصفة عامة، حتى ظهر لي والدك ما سلمش منك معناها محمد الكيلاني رجل سياسة ما سلمش منك، هذا شوا معناها من عندك ولا معون سلعة كما نقولوا معناها اختارت باش الناس كل يوم مهتمة بالبوليتيك برا خلينا ننتقدوا شوية السياسيين باش نجيبوا الشباب. ننتقد في السياسيين من تو مش من تو. كان جيت توا معناها كنت شمس دي اما ماشي توا ماشي برشا عباد يقول لك كون الناس كل تنتقد كيفاش باش تغني انت توا غادي وين يظهر الفن معناها، خاطر الفن موش كلام معناها مطيش هكاك اسلوب معناها انا نظرتي انا بيان سور الفن نحكي مش فن اون جينيرال كيفية الكتيبة نتاع نتاع التكست ونتاع كيفية اختيار الموضوع كيفية اختيار الموسيقى كيفية الواحد هي اللي محددة يعني فهمتني. معناها غادي من تظهر لا ديفيرونس معناها بين عبد مواطن عادي وبين خاطر انا ديما يقولوا لي ساهل اللي تعمل فيه يا عمرو اخويا علاش تتكسر لي في راسي مش ساهل فما يقولوا ولا كليشي معناها بن ديرمان سيد كازا في بلاصه ديما يجي نكت يفادلك على السياسيين يعمل شويه موزيكا مش فورسيمون تكون موزيكا قويه موسيقيا معناها. والله انا جاني في حفلاتي انور ابراهيم وشكرني برشا ولطفي بوشنيق يوسف ندور بيتر جابرييل معناها مانو تشاو حكي ما حكينا مع بعضنا معناها هذوما عباد هذوما نجم تشوف حتى في تدخل كتير فحنا بعض معناها شنو انا ابراهيم حكينا مش انا العباد اللي تحكي هذيك الامور انا بالنسبه لي الشهاده نتاع انور ابراهيم ولا نتاع لطفي ولا نتاع زياد غرسه ولا نتاع فنانين بالنسبه لي انا ولا زاد راهو حتى في الفن الملتزم كيما امل الحمروني كيما نبراس كيما ناس كي توفيق جبيري فاضل شعايبي انا بالنسبه لي فضل زعابي صعيب ياسر معناها في شكر معناها شكرني انا كان جيت تكتب راني حاططها في كواترو معناها هذاك اللي يهمني انا معناها لي ريفيرونس تاعي انا الناس اللي هما كبار وكانوا بالحق يشجعوني ويقولوا لي معناها
يفوق يزمك تخدم باش تحسن هذاك والباقي مش مش باهي خلينا نرجعوا للسياسة معناها بعدت كل بيا على بلوغ وقبت السياسة. الهواء وفزت هذوك مسيرك الايطاليان راه مش جو ياسر البيرانك بتاع العباد ما عندها ما تعمل ما قل... تقشقش في لا لا الحناك لا اسمع بتاع العباد تقشقش في الحناك مش تاعي شوف خل بعدتها شوية على السياسة خلينا نرجعوا نحكيو السياسة ولا لا؟ فك نحكي علينا تحب تحكي حتى رياضة يعني نحكي باهي معك باهي تو نحكيو من بعد على الرياضة خلينا نحكيو شوية سياسة. بايرم قاعد تتبع أكيد في الحراك السياسي في البلاد، شوية تحبك تعلق لي على ما نعطيك معناها تشكيلات سياسية وأنت تحاول تعلق على برا التشكيلات هذه. باهي خلينا نبدأ بالترويكا. ترويكا ترويكا نحي ال اي حط ان ترونكا هيك عليك مقلعة عاملة عليك هكا عليك ترونكا ماشية ماشية ماشي ماشية ترونكا ماشية في الحوم ماشية باهي ها قلت لك باهي طايرة نداء تونس الباجي قائد السبسي ندي تونس قالك الباجي قائد سبسي قرا مع سيدي بوسعيد مزير يعمل في لابيل مال صلي على النبي عليه والله ربي طول في عمره توش ديبوا سي باجي مصلي على النبي ثورة شباب والحمد لله معناها اللي كونه مازال معناها مازال البركة معناها باهي البوكت أنا ضد الحوار وضد حمى وضد راضية راضية مشيت قتل لهم حمى إجا نهار السبت بيان سور استدعوا مشيت شو لصوت الشعب كيما مشيت قبل طريق جديد أي خطا نجيبها أي أي مشيت لطريق جديد قبل مشيت لصوت الشعب وفرح بيا حمى مانيش معاه أنا قلت له مانيش راني شيوعي ياسر خاطر انا بربي نحنا مد بوحلين فيه طب تصور يحكم فينا فلاح تصور فلاح وزير رياضة تولي جولف بالمسحة معناها مانيش اما اللي يحسب على العباد كيما سواء حم ولا بابا ولا اي توندونس كانوا من ناس يا خويا عارضت في وقت ولتو معناها مهما كانت معناها راه توجهات الفكرية يا خويا ناس عندها مبادئ تدافع عليها وكاهو والعكس الاقل ابري من بعد انا اختلف معاه ما نختلفش معاه اموري معناها فهمت به الحزب الجمهوري اكس بي دي بي يعني. حزب جمهوري بو بارامون قاعد كان يجيبوا ويعملوا اجتماع في كوجينا بتاع دارهم خرجوا يعني كلهم افاق معاهم وفما حتى افريقهم خرجوا نقرا في الجريده خرجوا جماعه منهم بارامون قال لك نجيب وعصام وما يتقابلوا في كوجينا يعملوا اجتماع لجنه مركزيه ويخرجوا كا. به انا الحزب الجمهوري ماذا بيا والله كان باش نقصوا نحن باش ما يخبلوناش عينينا شويه يكونوا خاطر شنو الحزب الجمهوري شنو نداء تونس معناها يكونوا في جبهه معناها هيك اخويا والمسار جمهوريه به والمسار زاد كيف كيف هاي يكونوا في جبهة هاي كجمهورية ديمقراطية ويحدو خويا من غادي ثم معناها نهضة وحزب محافظ وخو من غادي ثم اليسار الرافض والواحد كيما حما ونبداو فاهمين رواحنا معناها نحنا فهمت معناها هذا تشتت الأحزاب سيرتو عند الأحزاب محمد كيلاني رحب برشا بمبادرة الباجي قايد السبسي والله رحب يا برامو ما قابلتوش أنا عندي برشا المحالة أما هي خاطرك انا يظهر لي معناها الحزب الاحزاب هذيك كلها تجي مع بعضها والاحزاب اللي من غادي تجي المحافظه والاسلاميه اونتر كيمي تجي مع بعضها وكاو باش نبداو عارفين رواحنا نحن كمواطنين وزاد تكونوا دوز الترناتيف قويين ويعملوا كونتر بوا في البلاد وكاو باهي فما قوة سياسية جديدة بدأت تفرض في روحها في تونس، التيار السلفي. ما هي جديدة تيار سلف تيار سلفي جديدة قديم بتفرض في روحها معناها. آه. اي التيار السلف بيان سور خاطر قبل كانت الحكومه ضده تو معاه معناها ترالي الحكومة معاه توا التيار والله اليوم السلفي. طلع انا تاكسي اسالني سؤال والله مقويه قال لي خي لاحظت السلفيين مش موجودين تو ما ثماش بالحق معناها بعد بوفيت البلبزه ركحت الدنيا كل ما فهمت معناها انا ظهر لي التيار السلفي السياسي خاصه مع عباد راهم ثم عباد معاش انت تصور انت وتحي الزهور تعرف معناها ثم عباد عندهم الحي والسنه معناها انا عندي صحابي انا يا سيدي نحكي حكايه قلت البارح كلمني صاحبي سلفي في الكيف قال لي برسم كلمنا حبيب الهادي عامل لنا سوم على يحبوا يعديوا افاتار تروادي على روح اخويا صلي هو ذاك سي سا فيزيون تاع الدين فهمتني يعني الناس اللي تحب معناها تفرض المشكله بالقوة. فوالا هنا جيني المشكله في الناس اللي تحب تفرض بالقوه ذاك تولي ذاك يولي تيار فاشي سياسي معناها ما عادش ديني معناها انا خاطر السلفيه كي تقول سلف صالح راه زادت تربط عبد مسلم تربطني انا ما نحبش تربط سلفي هذا تيار سياسي فاشي اون برونش ارمي تظهر لي انا خاطر تتحرك برونش بالفلسه ارمي تاع شكون؟ قال لك كيما مثلا حما مثلا قال هذه بوليس سياسي بوليس طبق في سياسه شكون؟ المهم تاع الحكومه
فهمتني. ها البوليسية تشوف فيهم في الشارع يقول لك خويا علي العريض، قلنا ما تحركوش ما تتكلموش ما تضربوهوش ما تعملش، فهمتني. يخي الدين يقول لك احرق مركز، الدين يقول لك شد طفله في الشخة، فهمت معناه. علاش ما نحبش انا يعني ندخل ديما في الديبا كونه مربوط بالدين؟ ما عنده حتى علاقه بالدين. انا جدي، انا متربي في جدي كان اصغر امام زيتوني معناه، فهمت. جدي قرر في الزيتونه بوندون 20 ans، ومن بعد ما قرر في الزيتونه 30 سنه في الزهره يقري في الشريعه، فهمت. معناها الدين حاجه معناها تعلمت منه القيم معناها السمحه متاع الدين. ومش هذا، انا جدي والله بالحق يقول لي انا ثم جوامع في الزهره ولا ما عادش نجم يمشي. الجهاد ضد شكون يا اخي يا ودي؟ ضد شكون؟ بالك في يثرب يا ودي، عقبه بن نافع اش عمل يا اخي؟ معناها كان انت تو تقولي الاسلام قادم تو يا اخي، وين كان الاسلام معناها؟ فهمت. هذا تيار سياسي فاشي مربوط ثم معناها مربوط قلت لك بالحكومه، مربوط معناها يطبق في سياسات معينه، فهمتني. يلزمنا نحيوا له هالصفه هالدينيه هذه، راهو ماهيش تبعتك انت، تابعه الناس كلهم. كيفاش ترى بايرم مقاومه المد هذايا الجهادي، معناها المد اللي يحب يوظف الدين لاغراض سياسيه ويستعمل العنف باش يفرضه؟ معناها مثلا شفنا برشا قالوا اللي بعد نهارين ولا 3 ايام نتاع كوفر فو، ولا حتى في وقت الكوفر فو تونس قاعده تخرج في الليل تخرج ويحوسوا على يا الشوط. عجبكش؟ معناها ما تراش اللي هذا في حد ذاته هو احسن طبيعي مقاومه للمد هذايا اللي نتاع العنف؟ طبيعي. شو يقول هو كونفوشيوس؟ شو ان يقول؟ تلعن، ان تلعن ش... لا ان انتوا تلعن الظلام الف، ان تضيء شمعة في الظلام خير من ان تلعن الظلام الف مرة، ولا حاجة كيما هكاك كي. سي سا لا بيل لا في يا ودي، نحن نعيشوا، فهمت. وديما غازك وشوك تحرك، فهمتني، قربك واحد فهمتني تفلقوا في وجهه، امورنا واضحة العنف معناها. هذا هذاك تعمل عليه العنف، انا هاني قلت له فما راني الدولة هي اللي تحفظ الأمن. انا دولة، الدولة اذا كي ما تحبش تحفظ الامن يحفظوا المواطنين. لا عكس، لا ثم بلايص انا في الموروش في حومتي الحمد لله يا ربي، وانا عندنا حتى مشكلة لا سلفية لا ناس تسكر، وناس كل ناس كل واحد رايض على روح. انا راه في حومتي لو موديل تونيزيان، كل واحد يعيش اخويا النموذج التونسي تاعك. اما سياسيا معناها يلزم اون ابروفي سا كو كانوا لا بريسيون على الحكومة توصل اللي اوبليجي دو داجي. معناها الانسان هذا امام زيتونه معناها اللي قال يجب قتل ذوم الفنانين 3 مرات من قالها. 3 مرات ميم با، معناها ميم با الراجل شافهم تصاور معناها، فهمتني. هذا كي كونوا الحكومة الى ايتي اوبليجي داجي، فهمتني. ما لا صار شيء بريسيون، فينالمون، ما صار شيء. لا منحاوه لا ما نحاهوش. اما جبت وزير نقول شؤون دينية عمل تصريح خاطر انا قريت اليوم في الجريدة كون هو قال انا باش نتعدى الجماعة ذي. وزير شؤون دينية قال انه ماهوش معين من وزارة الشؤون الدينية، مازلنا ما نظرناش في شأنه اه يعني. وزارة الرياضة سيرمون يلزمنا نعملوا اعتصام عن طارق ذياب، سيرمون معينه طارق ذياب معناها، يا طارق ذياب يا مصطفى بن جعفر. به به ونعيب على العباد به والله، انا تعرف به شكون نعيب عليه؟ ما نلومش انا على انسان عنده الدم في ثقافته معناها، يحب القتل وهدر الدم. اللوم على عبد اللي كان انسان ضد الحقوق، الغاء الاعدام وحقوقي ورئيس الرابطه نتاع حقوق الانسان، وتو فهمتني الحاجه الوحيده اللي تبدلت فيه كرشو معناها زادت معناها السيد مصطفى مرزوقي معناها فريمون معناها كي يقول زاد سي مصطفى بن جعفر معناها كونه المعارضه تهديد الامن الوطن معناها هذوما حاجتين معناها انا هذوما يظهر لي هذاك هو اللي اكثر شوكان من كونه معناه انسان يقول لك يجب هدر هذاك تخمامه يحب يهدر دم، فهمتني. اما هو اسكو نجمه ولا ايه؟ خاطر برشا فم حارة. باهي بايرم، خلينا نكملوا باخر سؤال في السياسه. ما تراش اللي الموديل اللي عطيته هذايا هو مش بشرطه هي معناها مصطفى بن جعفر ولا المرزوقي، وانما كي تولي في الحكم يلزمك تتأقلم معاه، معناها فما نقص بتاع الثقافة الديمقراطية. معناها كان اليسار مثلا يولي في الحكم ما نستغربوش منه، انه باش يجي يطلعنا بطلايع غريبة كيما نسمعوا فيها تو من عند الترويكا. والله انا ما نمشيش باللي سوبوزيسيون، كي يحكم اليسار ويقلقنا تو نقلقوه زاد راهو كيف كيف معناها ما نعملوا نحن، انا مازلنا صغار ونفدوا باش نفدوا اي واحد يحكم معناها. اما انا كي جبت منصف مرزوقي جبت انسان حقوقي مش كرئيس دولة، معناها جبت كونه انسان حقوقي ويجي معناها مهمته كان يندد، كان الرابطة عملت اكثر اكسيون، عمل الرابطة اكثر اكسيون اللي هو رئيس.
مش صحيح الحكم تنجم تبدل. معناها في الحكم كان جاي ما تنجمش تبدل، راهو مانديلا ما بدلش في الحكم، كان جاي ما تنجمش تبدل راهو سانغارا ما بدلش في بوركينا فاسو، وكان جاي مش الحكم يتبدل راهو ما تبدلتش شطر دول العالم، والثوره الفرنسويه جات عملت ما غيرت الحكم يعني. دونك انت نورمالمون في ان بوست دو بريزيدون وبوست نتاع رئيس مجلس تاسيسي مسير سناها دهده شويه وفوت التنديد وشد الحكم، معناها كرئيس دوله معناها في حاله كيما هذه، وقت اللي انسان يدعو لقتل مواطن تونسي نورمالمون تقف وما عادش فيها حتى كلام. هذا ماهيش حاجه، ماهيش حاجه بتاع السياسه. باهي بايرم، ماهيش حاجه نتاع السياسه، وخلنا نغفلوا باب السياسه ونرجع شويه للفن، نختموا بالفن، بدينا بالفن. بايرم قلت انك ماكش موجود في كارتاج، عندك مواعيد اخرى، شنو هي جديد؟ سمعنا كافي شانتا البواد دو برود جديد، احكي لنا شنو هي جديد كسنا. والله برشا جديد، عملنا عنا تورني، عندي انا تورني سيلم هف اللي معايا زاد عنده تورني في الصيف، انا 15 دات مع بعضنا حمزاوي وكلاي في تونس زاد عنا دي دات. اي ما في تونس بعد سبتمبر نطلع البر في فين فما الجهات كالعادة كالعادة، انا عندي الزهرة قفصة جبس كالعادة، انا لقمهم كالعادة، انا حاضر الكيف سوسة حمامات كالعادة، الناس كل بحر وصحراء ما فهمت. وكهو باش عنا العروض بعدها باش نقدموهم، مو الحاجة الباهي كونو عنا دي مويان تكنيك باهي، محضرين رواحنا معناها بكدي كونو باش نجيبو حاجة جديدة لتونس، اون فو تخافي على 3D برشا على لوميير. دي سبيكتاكل باش تولي دي شو معناها فهمتني، داير عنا دي انجينيور سون لوميير جايين من برا معناها اصحابنا معناها. لقيت كيفاش في التمويل في كذا؟ لقيت قلت لك شركات خاصة معناها شركة خاصة مارك اللي هي عطاتنا مشكورة بالحق معناها فهمتني. هذيك ام با باش تفهم الناس راهو الثقافة راهي تنجم تكون مورد تاع رزق تاع برشا عباد، راهي ماهيش خاطر العباد حتى المواطن العادي مازال يشوف الثقافة كعالة ما فهمت، كحاجة زايدة. علاش تعملونه في المهرجانات؟ خاطر ربيونا بثقافة الاتكالية. معناها أنا واحد من الناس كي نرى كون وزارة الثقافة تصرف 4 مليارات ولا قداش على مهرجان قرطاج، كان جيت في حاجة خاصة وتجيب مانو تشاو وتجيب فلان وتجيب فلان فلان يدخل لك عشرات المليارات وتخدم لك ان سيكتور ايكونوميك. معناها يلزمنا في بالك حاجه، مثلا الفيستيفال اون ماجوريتي ديفيسيتير خاسرين، تقول لك الدوله الافلام مثلا الافلام ديفيسيتير ما يدخلوش فلوس خاطر مازال ما دخلناش لو سيكتور ايكونوميك كان تاع الديفلوبمون. انا بالنسبه ليا مستقبل الثقافه في تونس تحب تولي عندها مستقبل مواطن الشغل الفلوس معناها يولي الثقافة ك مورق ياسر سريع اسمع للمواطنين العزيز. بايرم خلي انت ظهر لي فيك وليت معناها عندك بواتا نتاع برودكسيون وتخمم برشا، تخمم برشا في الاندستري. ولا كفتيجي وقت تقول ولا زدنا ما كملناش. اي نعرف زدنا ما كملناش ولا رجعت لك. بايرم الكلام اللي كنت تقول فيه مهم برشا، لانه ندعو السياسيين باش حتى واحد ما ياكل الكفتيجي اللي بحضر قناه الحوار خاطر ولا رجعت. الثقافه يلزمها تخدم الناس. باهي كلمه الختام بايرم كيلاني بندرمان شنو هي تقول للشباب التونسي؟ قدم معاك معاك قدم معاك نقول للشباب التونسي شوي سيريو باش تحكي مع الشباب ولا بالحق نقولوا اللي حي اللي نيت عاد قدام له. نقولوا الشباب التونسي نحب نشكره هذا برشا خاطر كلي ضرب في زر في زرتي في زر تاع عباد زاد ما تسويش ومازال على نفس الخط ويعطيه الصحه بالحق. ويحيى مانديلا سد 25 سنه وحتى دارزين ما سدهمش حبس وشكرا عايشك بايا.